مجمع شرفاوي هو المجمع الأكبر، عنده عدة فروع، منها فرع ألجيريان بيبي هيلث كير اللي راح يكون متخصص في إنتاج حليب وفرينة الأطفال الرضع، وعنده أشيغلي اللي هو اصلا راهو في ينتج من مده الحليب ومشتقات الحليب في ولايه المديه، وعنده فرع اخر اللي راح يكون كما قلنا في الجلفه في منطقه بيرين على اتساع اراضي معينه، ويكون عنده بدايه كما قلنا 3600 راس اللي راح يكون فيها تربيه هذه الابقار توفير لها العلف والأكل اللازم حتى تكبر وتعطينا إنتاج حليب معين، وبهذا الإنتاج راح نقدروا نحولوه اللي هو تكون ينطخ فيليال تاع تجفيف الحليب الخاص بالرضع، ونحققوا بهذا الشيء الاكتفاء أو نلحقوا إنتاج محلي 100%. إنتاج محلي 100% جزائري.